صورتي وفيديو ده عربية انفجرت. بص ايه لا ده يا قلبي، واحد ماشي في وسط ال هي بنت العربية ولا دي اللي انفجرت؟ اه عربية انفجرت، عربية انفجرت ولا ده الكلب؟ بس حلوة هتفرق، مش ممكن يكون كباحة؟ ده كان في واحد يعني فتح العربية ونزل يجري. ولسه هنا في واحد توك توك خبط والعربية خبطته في الأول ورجله اتكسرت يعني. يا ولاد الكلب حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يستر. لكن في حاجة تاني، ساتر يا رب، لو في حد مات. طب يا ولاد لا اله الا الله. لا انا شفت واحد يعني نزل يجري من قلب النار، بس عربية تانية كانت ماشية وراه على طول، كان هيموت. طب الناس اللي راكبين عربياتهم دول يجروا بسرعة يشيلوا على مش ممكن يكون حد كان سايق العربية دي. مريم ولا دي كانت مركونة ولا دي كانت يا نهار اسود على مصر وسلم. بص بقيت بتنسن بتنسن العربية عملت نار.